طيب المرحلة الجاية الأولاد والبنات بس، شكرا، هم اللي هيجاوبوا فيها، شكرا. والكبار مش هيجاوبوا، بس ممكن تستخدموا وسائل المساعدة اللي هي هم يجاوبوا أو أنتوا تغنوا. يلا صح وغلط؟ أوكي ماشي. صح وغلط: الخياطون يقومون بتفصيل وإصلاح الأبواب الخشبية. غلط. طبعا غلط. طبعا غلط. عمال الكهرباء يقومون بتركيب وإصلاح المواسير التي تنقل المياه والصرف. صح ولا غلط؟ صح. غلط. غلط. إيه أخد أنهي؟ غلط. غلط. ماشي طبعا غلط. أوكي. طيب تهاجم خلايا الدم. أنتوا. أنتوا الاثنين البنت. أنتوا. جو أي. تهاجم خلايا الدم البيضاء الميكروبات التي تسبب الأمراض للإنسان. صح. غلط. 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 تهاجم خلايا الدم. صح. صح. البيضاء. صح. الميكروبات التي تسبب الأمراض. صح. للإنسان. الميكروبات. هي متأكدة. يلا. صح. لا محمد اختار. صح. اختار. ماشي. صح. ها مين هيمشي ورا التاني؟ صح. خمسة أربعة. مش أشطر في الساينس؟ ثلاثة. استسلم. اتنين. صح. صح طبعا. صح. واضح انها اشطر في الساينس. ده هي متاكده جدا عماله تقول لك صح. في انواع بتيجي منها. في انواع بتيجي من الميكروبات الابيض. خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء. شفت بقى التسرع بقى. ده هي متاكده ما تقول لك. امشي ورايا. ماشي. هنا بقى ركزوا. عندكم وسيله مساعده. تنقل خلايا الدم الحمراء بقى الاكسجين وثاني اكسيد الكربون بين الرئتين وخلايا الجسم. صح ولا غلط؟ صح. صح ولا غلط؟ غلط. اخد انهي؟ صح. صح. هتمشي وراء. امشي ورا البنات بقى. صح. صح طبعا. برافو يا بنات والله. لا مشرفين قوي البنات. مشرفين قوي. طيب ماشي. تعتبر دمياط مركز لصناعه الحديد والصلب في مصر. فكروا كويس لو ما عرفتوش عندكم وسيله مساعده. غلط. غلط. مين اللي قال غلط؟ انا. برافو. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مشرفاكي. المذاكره باينه يعني. عوضنا هاني اللي ما افتكرناهاش. طب الحمد لله. يلا هنا. تشتهر المحله الكبرى بصناعه الغزل والنسيج. صح ولا غلط؟ صح. تشتهر المحله الكبرى بصناعه الغزل والنسيج. هو قال صح. صح. برافو يا مالك. برافو يا ليلى. طيب عندنا لعبه تانية. نشوف بقى البنتين اللي لا ده محمد. محمد تعالى وليلى تعالي.